وأخبار العنصر النسائي ما توقف. كأول سيدة تدير هذا المشروع الاستثماري اللي ظل حكرا على الرجال، ميرفت بخاري استطاعت أن تدير محطة نموذجية للبنزين على طريق الخبر السريع بالمنطقة الشرقية. أوضحت عن أن المحطة وتجربتها هي أول محطة رقمية نموذجية متكاملة الخدمات بالمملكة إن لم تكن بالشرق الأوسط، وتتميز بدقة الأداء وأيضا تقدم أعلى معايير الجودة والنظافة. وأضافت أن هدفي وخططي المستقبلية هي أن تدخل بنات بلدي للمحطة وأن تجد أماكن تستهدف خدمتها وأن تنعم بكافة الخدمات بكل راحة. معي من الدمام صاحبة هذا المشروع ميرفت بخاري المشرفة على المحطة، حياك الله يا ميرفت. يا هلا وسهلا. قولي لي كيف جت معك الفكرة وش دخلك في موضوع محطة البنزين؟ الموضوع فيه خطر، كيف؟ والله أول حاجة أحييكم ويعطيكم ألف عافية على هذا اللقاء. الفكرة مش إنها هي فكرة جديدة، أنا أشتغل في هذه المحطة طيب كمديرة قسم الإعلام في مجموعة المتكاملة، المجموعة الاستثمارية. فكان من مهام عملي أني أنا أقدم أو أسلط الضوء على الخدمات. وفعلا اللهم لك الحمد بدأنا يعني نشتغل على هذا الموضوع، أنه نحن نسلط الضوء على الخدمات النموذجية اللي بنقدمها في المحطة. واللي حصل أنه نحن يعني بنتقدم على نفسنا في كل مرة، بنلاقي أفكار جديدة وقاعدين نقدم أفكار جديدة فعلا يعني يرتقي فيها العمل. فمن باب هذا المنطلق ومن هذا المنطلق حبينا أنه نحن نطلق مبادرة أنه فيها نقول أنه يا جماعة الخير نبغى نحن نعمل تغيير للمفاهيم في الخدمات اللي هي المنشآت الخدمية، أنه كيف مفروض تكون. طبعا التحدي كان جدا كبير أنك أنت بتقول هو فعلا كل إنسان اللهم لك الحمد يقدر أو يستطيع، صاحب مال وصاحب فكر، ينشأ محطة لخدمات الوقود. ولكن التحدي الأكبر كان أنك أنت تحافظ على هذه الخدمات بأطول فترة بنفس المستوى من النظافة والخدمات النوعية اللي تقدم. ما في شيء اسمه مستحيل أنا أسوي منشأة وأخليها فترة وبعد فترة تندمر وتتبهذل والمواطن يعني والناس ما بتخلي، لا، في شيء اسمه متابعة، في شيء اسمه تدقيق، في شيء اسمه توزيع مهام، في شيء اسمه يعني رؤية انك انت كيف تحقق النجاح في هذا المكان. طبعا الناس تفكر ان المحطة هذه لها فقط جديدة يعني في الفترة هذه، المحطة هذه يعني تم افتتاحها تقريبا من 5 سنوات، نحن الحين في السنة الخامسة. انا من نهاية 2016 وانا موجودة في الحقيل كمديرة قسم الإعلام، من تقريبا 3 شهور من شهر 10 يعني كلفت بإني أكون مفتشة عامة على المحطة، لأنه في مرافق في المحطة ما يخشوها الرجال أثناء وجود السيدات. هذه المرافق مثل المصليات، مثل دورات المياه، مثل الغرف، مثل صالة الرياضة، ما يخشوها الرجال إذا كانوا فيها سيدات. فكان لازم أختي ميرفت احنا لازم نجيك في المحطة نشوف الخدمات اللي تقدمونها. انا شاكر لكم مقدر اخت ميرفت بخاري، يعطيك العافية والف شكر، وان شاء الله موفق لكل خير.